أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. نحن زيد سعداء بالقدوم إلى الصلاة، أول فريضة، أول صلاة جماعة بعد انقطاعنا على المسجد 4 أشهر، ونحن زيد سعداء وحنا فرحانين بزاف، وكنشكروا رجال السلطة ورجال الأمن ورجال الصحة على الأعمال، على العمل الدؤوب اللي قاموا به، وكنشكروا الجميع وحنا فرحانين بزاف، ونطلبوا الله عز وجل يحفظ الوطن ديالنا والشعب ديالنا والملك ديالنا. اليوم راه عيد عند جميع المغاربة، اليوم عاد باش نقدروا راه نقولوا باللي راه الحجر المنزلي عاد باش ترفع. علاش؟ لان اليوم افتتاح جميع المساجد في المغرب، وحنا اليوم بمدينه الدار البيضاء جينا المسجد الحسن الثاني، والحمد لله الاجواء كما كتشوفوا الناس جايين يصليوا صلاه الظهر، وفي الدخله ديال المسجد كيكونوا الناس كيقولوا لك واش عندك الصلايه ديالك، حيت اللي بغى يجي المسجد الحسن الثاني خاصه تكون عنده الصلايه ديالو باش يدخل يصلي الصلاه ديالو. وكيف ما كتشوفوا تما كاينه كيعبروا لك الحراره ديالك، كتعقم رجليك ويديك عاد باش كتدخل المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. سالم الكحالي من سلطنة عمان، مقيم في المغرب في الرباط. جيت اليوم أشارك الأخوة في افتتاح المسجد هذا بعد إغلاق دام لمدة 3 أشهر يعني، وهذا يوم تاريخي، يوم كبير حقيقة لجميع المسلمين، افتتاح هذه المشاعر الدينية يعني، وأنا سعيد يعني جيت من الرباط لكي أشوف هذا المكان ونصلي إن شاء الله ونسأل الله ونتضرع إلى الله أن تزيل هذه الجائحة من عن كل دول العالم الإسلامي، والمغرب من البلدان الحقيقة التي سباقة في هذا الشيء يعني. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وإجراءاتهم جدا جميلة يعني في اتخاذ الإجراءات بخصوص الكوفيد هذا، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. والله الإجراءات جدا جميلة يعني، وحتى أنك لما تدخل هنا لازم تكون معك الصلاية هذه، وتكون معك الميكا، وتكون معك الكمام لابس، وهذه إجراءات لصالح المواطن أيضا ولصالح الأخوة المصلين يعني، والتباعد لابد منه يعني، وهذا شيء إجراءات احنا سعيدين بها يعني حقيقة. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.